تحدث عن خشيتك مما يجري حاليا على أن يكون المستفيد الأكبر من هذه الأحداث العدو الإسرائيلي ربطا بملف الترسيم، في مقال لك بعد زيارة المنسق الرئاسي أموس هوكشتاين إلى لبنان، هوكشتاين اللبنانيين إسرائيل تنازلت لكم بحرا تنازلوا لها برا، قلت رضي القتيل ولم يرضى القاتل. لماذا تخشى من ترابط هذه الأحداث بملف الترسيم، ولماذا الحديث عن تنازل كبير قد يعني ينتج عن هذه الأحداث تستفيد منه دولة الاحتلال؟ أنا معك أستاذ آدم، يعني بتمنى على وسائل الإعلام وعلى زملائي، لا بل أناشدهم أن لا ينتقلوا في النقاشات خاصة بالتوكشو السياسي أو بالمقالات أو بالكتابات من أنه حق لبنان السيادي بالخط 29 وجنوب 29 للنقاش لاحقا. ناقشنا لاحقا الخط لبنان السيادي ب 23 وحق القهنة، الآن بدأنا نناقش بخط الطفافات. أسلوب القدم علينا كإعلاميين أن لا نكون شركاء في هذه الجريمة، حتى لو كانت هي معطيات يعني تم طرحها وتأجيلها، أن نتناول هذه المعطيات ونقول عنها أنها هذه جريمة بحق لبنان واللبنانيين، لا أن نناقش مثل ما هلأ أخذونا بسحر ساحر للنقاش حول شو الإحداثيات التقنية لخط الطفافات. يعني نحن بدأنا نتعامل مع الخط العدو الإسرائيلي وكأنه أمر واقع وقائم، عم نشوف إذا الإحداثيات التقنية تعوله مزبوطة أو مش مزبوطة. ما هو أصلا احتلال للبحر اللبناني، وأخطر ما في هذه المسألة اللي أنا حكيت عنها والبعض انتفض وقال ليس صحيحا، كل الصراع اللي صار بأثناء ترسيم الخط الأزرق ليس مسألة مزارع شبعة، وليس مسألة تلال كفر شوبة على الأحقية، وليس مسألة الجزء الشمالي من قرية الغجر. الذي استوقف أكثر ما استوقف العدو الإسرائيلي أثناء في العام 2000 بمسألة الترسيم هي نقطة رأس الناقورة ما يسمى الآن بالبيوان، لأنه الإسرائيلي منذ العام 2000 يريد الاستحواذ على هذه النقطة وتصبح هي تحت سيطرته. استطاع لبنان بالعام 2000 منعه وتثبيت هذه النقطة، ولكن بأب ضباط من الأمم المتحدة وللأسف من قوات اليونيفيل وبغفلة عن اللبنانيين اخترع ما يسمى خط الطفافات بعمق 7 كيلومتر، وبدأ اطلاق النار على الصيادين وما الى هنالك. هذه الجريمة التي ترتكب الآن بحق لبنان، ولا أعتقد أن سياسيا عاقلا سيقبل بهذا الطرح الإسرائيلي، إلى ماذا ستؤدي؟ ستؤدي أولا إلى طرح مسألة الحدود البرية على بساط البحث مجددا، وستؤدي أيضا إلى طرح مسألة الحدود البحرية لاحقا على بساط البحث. عندما تغير أو تسلم لإسرائيل عندما تسلم لإسرائيل بالاستحواذ على هذه النقطة، ولو تحت عنوان أنه ننطلق من البي 1 ومنعطيها أهل 4 أو 5 كيلومتر الحاجبة لخليج الناقورة الجنوبي، لأنه عندهم المنتجعات السياحية ضخمة وكبار رجال أعمال يهودي بيجوا بيصيفوا هونيك وبيسوحوا هونيك، حتى رجال أعمال وشخصيات عربية سياسية وغير سياسية بتجي على هذه المنتجعات السياحية أنه بدهم يحجبوا الرؤية عن هذه المنتجعات، بينما هي الحقيقة أن الإسرائيلي يريد ضمانات أمنية. هذه الضمانات الأمنية لها علاقة بمنع لبنان من وضع برج مراقبة على هذه النقطة وهو يمنعه منذ العام 2000، ما في لبنان يحط برج مراقب بينما الإسرائيلي حاطط. الشغل الثاني تغيير الحدود البرية التي طرحها الإسرائيلي، عندما بدأنا الحديث عن خط أزرق ونميزه عن الخط البري علما أنه ما لازم يكون في تمييز، تغيير النقطة أن رأس الناقورة يعني هو الانقلاب على الحدود المرسمة نيو كامب بال 1923، وبالتالي الذهاب إلى ترسيم بري جديد. من يتحمل هذه المقايضة في البحر مقابل مقايضة بالبحر، علما أنه نحن إلى الآن إذا مشي 23 زائد قانا نخسر 2300 كيلومتر من المياه اللبنانية الصرفي
لأن كل الدراسات بتقول وتحديدا المسح الذي أجرته شركة تي جي اس بالعام 90 أيام الوزير المرحوم محمد عبد الحميد بيضون قالت أن الحق اللبناني هو جنوب الخط 29، وبالتالي طمار وتنين وكاريش ولفتيان هي حقول لبنانية. نحن دفعة واحدة قدمنا تنازل مجاني للوسيط الأمريكي وصولا لكاريش، عملنا أهديناها لإسرائيل كل هذه الحقول وكل هذه المساحات، وانتقلنا إلى خط دفاع آخر اللي هو 23 وحق القانا، بينما كان علما أنه أنا أعتبر أنه الانتقال إلى هذا الخط هو إنجاز بحد ذاته، لأنه كنا قبل عم نحكي مثل ما بيقولوا الأمريكان، مثل ما قالوا الإسرائيلي أنه أنتوا خط هوف وعطيناكم بخشيش 580 كيلو أو 560 كيلومتر تحت 23. من يجرؤ على الذهاب إلى هذه الخطوة؟ ما بعرف. هناك آدم منا مزحة. طب في عاملين هون ما ممكن إلا ما يعني ينسأل عنهم، هل يعني كأنه بحديثك وإعادة طرح موضوع الحدود البرية، ما هو موقف الجيش اللبناني اللي هو يعني جزء كبير من يعني المنجز اللي تم تحقيقه بالألفين، يعني مرتبط بفريق الخبراء اللي اشتغلوا على هذا الملف، وأيضا يعني عم نحكي وندور وفي مسألة حزب الله والمهلة، وكأنه يعني ما هو موقف حزب الله مما يجري إزاء كل هذه المعلومات؟ من هون أنا بدي أحكي بكل صراحة. أول شيء منذ يعني اتفاق الإطار ومن ثم انتقال الملف إلى رئيس الجمهورية وتكليف وفد عسكري تقني مسألة التفاوض، كان هناك من ينصب الأفخاخ للإيقاع بالجيش اللبناني. زمت من أول فخ قال لهم الأحداثيات التقنية 29 بالسياسة الصفر. الآن وقت اللي وصلوا، أنا هون أخشى عن السؤال، يعني لاحقا سأتحدث عن الصفقة. الآن وقت اللي لقيوا أنه المطلوب منهم أمريكيا صفقة مختلفة كليا، راحوا جابوا خط الطفافات وأخذوا لعند الجيش اللبناني أعطينا رأيك تقنيا بخط الطفافات. ما أصلا باللجنة الثلاثية العسكرية التي تجتمع دوريا بالناقورة، بكل اجتماع يطرح الممثل الدولة اللبناني اللي هو عسكري، يطرح مسألة الاعتداء البري والبحري الإسرائيلي برأس الناقورة وبخط الطفافات، ويدعو الأمم المتحدة إلى إنهاء هذه المسألة. إلنا من الألفين بنطرح هذه المسألة. ما أنتم بتعرفوا سلف موقف الجيش اللبناني اللي هو بيعتبر أنه هذا اعتداء على السيادة اللبنانية، وبالتالي الذهاب باتجاه الجيش ظنا منهم أنه والله بيعملوا غطاء من هذه المؤسسة لتمرير الصفقة، باعتقادي مش حينجحوا فيها ولن ينجحوا بهذه المسألة. حزب الله وكل هذه لازم يعرف حزب الله، باعتقادي يعلم أنه الموافقة على العقد على المطلب الإسرائيلي الأمريكي بمسألة خط الطف، ما يسمى خط الطفافات والاستحواذ على البيوان، هو عمليا تنازل عن الخط 23، يعني هو عمليا استحواذ إسرائيل. خسارة لبنان أول شيء المساحة من المياه الإقليمية، هذه ما حدا عم يحكي عنها. نحن نتنازل في مياهنا الإقليمية، بينما بين هلالين إسرائيل تتنازل بما يسمى المنطقة الاقتصادية الخاصة. انت عم تتنازل بمياهك الإقليمية، وهون اللي عم بينظروا انه ما بتأثر على البر، المياه الإقليمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحدود البرية. وجيب خبرة وخليني وهذا اساسا لك. يعني كان الخشية اساسا من اعتماد 23 نظرا لعدم بدك تخسر شو بدك تخسر؟ بدك تخسر جزء من البلوك 10، هي اول خسارة. التعويض بحقل قانا او جنوب ما نسميه جنوب الخط 23 بهذه المساحه، اصلا الكميه محدوده ومعروف سلفا، ولا الاسرائيلي ما تنازل عنها، هو بيعرفها مش نحن. نعم هو بيعرفها. بدك تخسر الاطلاله على الخليج الناقوره الجنوبي، بدك تخسر كل هذا الاستحواذ على رأس الناقورة، وإمكانية أنه يكون في نقطة أمنية أو نقطة عسكرية للجيش اللبناني أو لأي جهاز أمني يراقب الحدود البر والبحر. لا بل أكثر من ذلك، هو مقدم لاحقا لكي تستخدم إسرائيل هذه الورقة للقول
إنه لبنان عندما يتنازل بهذه النقطة وبهذه المساحة، أنا أريد جنوب الخط 23، لا بل أكثر من ذلك، من حقها إذا ذهبت إلى التحكيم أن تستحوذ عليه، تصبح الحدود البحرية هي الخط واحد شمال صيدا وجنوب الخط واحد وشماله، يعني للخط واحد عندهم شماله ونحن عندنا جنوب، عندنا جنوب وهن عندهم شماله، وبالتالي نحن نصبح أمام يعني فضيحة تاريخية بكل ما للكلمة من معنى. طب ما يجب أن يعلمه حزب الله؟ وأنا هون من باب يعني مش النصيحة، لأنه هن بينصحونا مش نحن بننصحهم، إنه صحيح هناك إرادة دولية بعدم إعطاء إنجاز وداخلية بعدم إعطاء إنجاز للعهد الحالي، إنه بينتهي العهد بدون شيء، وتحديدا مسألة الشركات إذا بدي أقعد أحكيك هلأ بالتفصيل، مش هنفوت بكل التفصيل، هناك فضايح بمسألة الشركات وهناك أسئلة يجب الإجابة عليها، وأنا بسألها بناء على معطيات ومعلومات. اللي عم ينحاك بالداخل إنه بعد، لا يخفى على أحد أنه هناك تباين شاسع بين حزب الله والتيار الوطني الحر بمسألة الموقف من مسار 6 سنوات من العهد الحالي. القوى الداخل مع قوى الخارج كانت عم بتعمر للوصول إلى القطيعة الكاملة. الآن على ماذا يعمرون؟ يعمرون، هذا كلام لحزب الله، بمعنى لا ناصح ولا شيء، انه انا عم فتح، لازم يفتحوا عيونا على هذه المساله. يقولون بمجالسهم انه خلينا نسوق مقوله ومفهوم ان القرار السياسي يستحوذ عليه رئيس الجمهوريه العماد ميشيل هون، والقرار الاستراتيجي يستحوذ عليه حزب الله، بالتالي اذا فينا نحن نعمل صفقه مع الامريكان، نحن كمنظومه نعمل صفقه مع الامريكان ونروح على إنهاء ملف الترسيم بعهد ميشيل عون من دون الاستخراج والتنقيب تلبس بما هو مطروح الآن، اللي هو جريمة خيانة عمليا، إنه نحن عم نتنازل عن حدود بحرية وبرية، مننظف حالنا، منقول ميشيل عون، الرئيس ميشيل عون والسيد حسن نصر الله قبله وهن يستحوذون على القرار الاستراتيجي والسياسي ونحن براء من هذه الجريمة، بالتالي تحميل هذا التنازل لحزب الله وللرئيس عون. يريدون فقط، هذا مش إنجاز، وأنا هذا كلام المحيطين بالرئيس عون لازم يسمعوه أيضا، لا يريدون التعامل مع هذه المسألة كإنجاز، إنما ليوما ما يقال أن الرئيس ميشيل عون تنازل عن السيادة الوطنية، وللقول أن حليفه حزب الله غطى في هذا التنازل، في هذا التنازل، ولاحقا عندما يأتي عهد جديد ببلش نضيف ما بيكون ملوث بهذه الخيانة الوطنية. من هون عليهم أن يفكروا بما هو مطروح الآن، بأن آخر محاولة لإيقاعهم واتهامهم في شيء أنا على يقين أنهم ليسوا في واردة، لأنه ليك مش عم كبر الحجر، وبقى الأيام حتبين. ب7 أيار شو عطانا الإسرائيلي؟ اعتراف كامل بالحدود البرية والبحرية، اعتراف كامل، عطانا الخط ب7 أيار إذا بتذكر، 17 أيار، ولكن شو أخذنا؟ الحدود ولبسنا الطوب الإسرائيلي. بأي معنى؟ بمعنى ضمانات أمنية، سيطرة إسرائيلية كاملة على الأجواء ساعات البدء إسرائيلي بتعمل إياه بلبنان، وبالتالي انسحاق كامل أمام الإرادة الإسرائيلية، ولكن أعطانا الحدود. الآن نحن أمام 17 أيار جديد، وأنا مسؤول عن حكيتي، ما المطروح الآن من صفقة هو 17 أيار جديد. هل قوى الممانعة والمقاومة تتحمل مسؤولية هذا التنازل الكبير الذي له علاقة بالحدود البرية والبحرية، وتظهر نفسها أنها أصدق في حماية حدود الكيان الإسرائيلي المحتل من اتهموا تاريخيا بأنهم الأقرب إلى إسرائيل؟ انتبهوا لهذه المسألة، ستتهمون بالإثبات إذا رحتوا على الموافقة على هذه الصفقة. يا حزب الله،
يا رئيس الجمهورية، ستتهمون بالإثبات وبالوقائع أنكم عقدتم 17 أيار جديد تنزلتم فيه للعدو الإسرائيلي عن سيادة وطنية خالصة للبنان، واللي كانوا تاريخيا عم بينظروا لمشروعية 17 أيار القديم حيقولوا لكم أنتم طلعتوا حماة الكيان الغاصب، مش نحن اللي طلعنا حماة الكيان الغاصب. انتبهوا لهذه المسألة، ناطرينكم على الكوع. وتدفع للأسف هناك من يشتري الدماء لاحقا. أنا إن شاء الله من الوقت ضيق، عم تقلي بنعمل حلقة كاملة بحكيك بتفاصيل عن دور الشركات، لماذا انسحب الشريك الروسي، ماذا في البلوك رقم 4، لماذا تم التعامل بكولون يعني اسلوب بوليسي مع الدولة اللبنانية بالبلوك رقم 4، كيف حجز لا بل اقفلت الابواب على موظفي وزارة الطاقة لعدم الاطلاع على المعلومات على المعلومات. الروسي شو اكتشف بالبلوك رقم 4 معلومات؟ ليش ما أعلن عن الأربعة مليار قدم مكعب من الغاز في البلوك رقم 4؟ كيف الصيت للسعودية والفعل للشركات بالانتخابات؟ كيف أدارت الشركات الانتخابات النيابية من جزين للبطرون، مع من وضد من؟